هم الجماعه دول بيسيئوا للاسلام. مش على فكره مش كلام برضو كده يعني، ده بقول لحضرتك انا لسه جاي اليوم النهارده من زياره في كوريا الجنوبيه، وتحدثت مع مسؤولين كبار وايضا في زيارات اخرى. الناس دي بتستغرب ان هناك ناس بتدعي الاسلام والاسلام دين السماحه ودين السلام، الناس بتقتل وبتستخدم هذا العنف بهذا الشكل. يعني عايز اقول ان ما يدور الان في تحت اسم بين قوسين الاسلام او الاخوان المسلمين يسيء للمسلمين في العالم ويسيء للاسلام في العالم وليس في مصر فقط، وبيصف الاسلام بكل اسف اللي هو دين السماحه والسلام وليس العنف، بيصفه بالعنف والدماء والقتل بلا مناسبه. يعني ما يحدث في مصر الان يسيء للاسلام في الكره الارضيه والله وليس في مصر فقط. وردود الافعال الموجوده في العالم بره كلها تحت اسم الاسلام الاخوان المسلمين، كلمه المسلمين دي بتسيء الينا وبتضرنا كلنا، فهم يجب ان يتقوا الله حتى في الاسلام، يجب ان يتقوا الله في سمعه الاسلام في الخارج. يعني سمعه الاسلام في الخارج اصبحت الان على المحك ولا داعي لكده. يعني احنا عشان نعيد تاني فكره ان الاسلام دين السماحه للعالم ده كله هناخد سنوات طويله بعد اللي بيحصل ده، دلوقتي الدم والنسف والقتل والمفرقعات والعبوات وقتل الابرياء، قتل الاطفال، قتل المسالمين في الشارع، ده بيسيء. ده النظره دي قدام الخواجه اللي بره او قدام الاجنبي اللي بره انها نظره دمويه، من يقوم بها بيقول انا مسلم وانا بقى اخوان مسلمين. هذه الكوارث اللي بتحصل عشان نعيدها تاني الى الشكل الذي نقبله للاسلام يا استاذ محمود هياخد سنوات طويله، هندفع ثمنها كلنا احنا المسلمين رغم انه واحد فينا المخطئ، ولكن الفاتوره بيدفعها كل المسلمين في العالم.